السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي، أصدقائي وأحبائي متابعين القناة. اليوم راح أوضح لكم أكو شيء موجود بهاي الأجهزة القديمة اللي كانت موجودة بكثرة عندنا بالعراق، وبعد ما دخلت الأجهزة الـ HD هاي صرنا ما نحتاج الأجهزة القديمة مثل هذا الستلايت، هذا النوع ستارسات القديم بعد ما نحتاج ناس تشمره ما تحتاجه، واكو موجود من على الرفوف واكو ناس مخلينه ما حد يحتاجه. فهذا الستلايت اكو بيه في شغلات مفيده، حيل مفيده، بيه شغلتين مهمات، فحب اوضح هذا الشيء لاصدقاء المهندسين والفنيين او المبتدئين بالالكترون على هاي الاشياء البسيطه اللي هي مفيده واكثر من مفيده. يعني مثلا هسه هذا جهاز، اذا فتحناه اول ما نبدا بالفتح ماله نفتح البرغي اللي موجود هنا ونفتح البرغي اللي موجود بالجانب، وذن هنا موجودات ثلاثة، هذا نوع الستار سات. نفتح الغطاء ماله، مثل ما يقولون جهاز بداخله كنز، بس احنا ما نقول كنز، لا نقول شغلات مفيدة بالنسبة للالكتروني، يعتبر صحيح كنز يعتبر. القطعتين اللي موجودات هنا بداخل هذا الستلايت اللي تشوفونه، بي موجود الباور سبلاي وموجود به هذا المنظم العقل لاند جريت مال الإشارة. القطعة اللي موجودة هنا هي باور سبلاي، شو الشغل؟ هاي القطعة تنطيك 3 فولت، تنطيك 5 فولت، تنطيك 12 فولت، وتنطيك 24 فولت. كل الفولتيات اللي موجودة هنا هي 2 أمبير، تنطي 2 أمبير كل خط من هاي الخطوط. القطعة هاي الباور سبلاي اللي موجود هذا يشغل الثلاجات اللي هي أصلها كروت، تشتغل على كارت، شايفين هالبخاخ اللي سعرها تقريبا مليونين، هاي من يعطل الماطور مالها ويعطل الكارت نحولها على الغاز العادي على الماطور العادي، فظل تشتغل على كارت، تشغل بهذا الفانات، الفان مال البخاخ اللي موجود بداخل المجمدة، والفان اللي بداخل الثلاجة، والفان اللي بأسفل الثلاجة من الماطور، هذا هم يشتغل كلها شغلة هاي القطعة. ولا هو احتياجات الشغل هسه ما علينا بهذا الموضوع، نشتغل على الموضوع الاهم. هنا عندنا هاي القطعه اللي هي اللي بيها الاند جريت، هذا العقل مالها البروسيسور المعالج، هذا موجود هنا. راح نفتح هاي القطعه ونشوف شنو الشيء المهم اللي بيها. سنفتح القطعة اللي موجودة بعد ما زلنا البراغي الموجودة داير ما داير. هنا سنركز على هذا المكان، هاي القطعة، هذا المكان اللي مربوط عليه هنا ترانسستر، هنا وهنا المشتت. نكبر الصورة. هذا الترانسستر، هذا الترانسستر هو LM317 اللي هو يعتبر جوكر الترانسسترات، اللي يشغل لنا اي جهد نحتاجه وينظم لنا اي شيء، اي فولت نحتاجه. وهذا طبعا الاصلي يجي من الشركه موجود بالجهاز، هذا مو تجاري، هذا الاصلي اللي يجي من الشركه. الرمز مال هنا UTC، طبعا هذا الرمز هو نفس رمز LM بنفس الحاله، هسه راح اوريكم الرمز مال الثاني. هذا ايضا موجود هم بنفس الاجهزه، مكتوب LM317 هنا موجود UTC، هو نفس الشيء، هو UTC يعني LM317. هذا طبعا ذني الترانسسترات انا اشتغلت بهن، صنعت باور سبلاي بهذا الترانسستر، باور سبلاي وموجود بالقناة مخليه. هذا الباور سبلاي اللي صنعته بهذا الترانسستر UTC اللي هو LM317، ينظم الجهد على الشيء اللي اريده، وطبعا التنظيم ماله يكون بالملم ما غير بالمايكرو فولت، يعني ما بي اي غلط بالتنظيم ماله وجدا مضبوط. وسام ذا شو مشغل عليه هاي المروحه الباور سبلاي، تنظيمه جدا رائع. طريقه فتح ال LM317 هو انك اول ما تفتح
الهيت سينك من عنده، تفتح هذا البرغي اللي مثبته هنا، بعدها تعزله شويه بهاي الطريقه، شويه تعطيه رفع لفوق بهذا الاتجاه، وبكاويه او بمسدس حراري بهذا الشكل تسلط الحراره عليه وطلعه بهذا الشكل. هذا هو ال LM317، وهذا الرمز اللي موجود عليه UTC 317. هذا يصنع لك باور سبلاي او اي دائره تحب تنظم الجهد بها عن طريق الجيت، تضيف المقاومه اللي تعجبك او تخلي مقاومه متغيره، وهو يبدي عن طريق السورج والدرين، عن طريق الدرين راح يعطيك الفولت اللي تحبه. طبعا يتحمل حتى 36 فولت ولا 41 ايضا يتحمل. زكاة العلم نشرة، ان شاء الله تكون استفادتم من هذا الموضوع وما طولت عليكم. شكرا لكل من تابعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.